توج حازم احمد لاعب المنتخب الوطني الاول للكاراتيه بميداليتين في بطوله امريكا المفتوحه اللي اقيمت في مدينه دالاس ولايه تكساس طبعا، واختتمت منافساتها امس. ونجح حازم في حصد الميداليه الفضيه في منافسات الفردي ميزان 48 كيلو والميداليه الذهبيه في منافسات الجماعي رفقه طبعا منتخب مصر. وتمكن منتخب مصر من تحقيق المركز الاول الجماعي بفريق يتكون من حازم احمد، يوسف بدوي، عبد الله هشام، علي الصاوي، مؤمن احمد، محمود بدوي. وعايز اقول لكم ان نجح يوسف بدوي في حصد المركز الاول في ميزان 84 كيلو، وعبد الله هشام حصد المركز الثالث، وحصد كمان علي الصاوي مركز ثالث، وحصل مؤمن احمد على المركز الثاني والميداليه الفضيه.